السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا ومتابعينا متابعي قناة تزرع فوق الأصل، عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بألف خير وسعادة. طبعا طالع أنا ويوسف ابن أختي نحصد محصول مستنيينه، الحمد لله بفضل الله تعالى ربنا كرمنا ويكرمنا بيه، وهو البطاطس. اللي هو ايه يا عم؟ بطاطس. طيب يلا تعالوا نشوف هنعمل ايه. خالص طبعا دي نتيجة نجاح محصول البطاطس أو نجاح زراعة البطاطس في المنزل. فوق السطح ممكن تمتلك أشهى وأحسن الخضروات من فوق منزلك، ممكن تزرع أي خضار يخطر على بالك. طبعا في فيديو احنا هننزله بتاع حصاد الطماطم، عندنا الفلفل، عندنا الكنتالوب، عندنا أي خضار ممكن تتخيله، عندنا الخضرة بأنواعها، شبت وجرجير وبقدونس وكزبرة، كل ده لازم تزرعه فوق بيتك او في بلكونتك. نجاح دائم لفكرة الزراعة فوق الأصل. دمتم في أمان الله والسلام عليكم.